الكلمة للقلب. اليوم حنشوف رسالة يوسف قديش صعبة وقدي كمان مفروض اللي بيبقى الرب مرسله أعطيه رسالة معينة أو يخدم الرب بخدمة معينة قدي بده يكون أمين وقدي بده يمرق بتجارب صعبة وبده يقدر ينجح فيها ويتخطاها. فالامتحانات صعبة ولكن مع الرب ما في شي صعب، وممكن دايما نقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. قدي حلو إخوتي نستفيد من الصعوبات بحياتنا والتجارب يلي إبليس بيمرقنا فيها تيزعزعنا بثباتنا مع الرب، وننتصر ونكبر بالإيمان ونكبر بحياتنا الروحية والإنسانية كمان. بالتكوين الفصل 39 الآية 9، هالآية كتير غنية. وليس في هذا البيت من هو أعظم مني، هيدا كلام يوسف لمرته لفوتيفار يلي جربت توقعه بتجربة الزنا، وبيكمل وبيقول ولم يمنع عني شيئا غيرك لأنك زوجته، فكيف أقترف هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ هيدي الآية إخوتي كتير ذكرتني بآدم. آدم كان أعظم المخلوقات بالجنة ولكن ما عرف يحافظ على مكانته بالجنة، بينما هون يوسف هيدي العظمة ما خلته يسكر بالسلطة يلي انعطت له وبقي محافظ على الأمانة يلي فوتيفار أوكله لإله، وبيكفي وبيقول ولم يمنع عني شيئا غيرك. رب قال له لآدم ولحواء من كل شجر الجنة فيكن تاكلوا إلا من هيدي الشجرة، ولكن للأسف الإنسان الأول أي آدم وحواء ما طاعوا الرب، ما وثقوا بالشي يلي عم يطلبوا منه. وهون منشوف يوسف عم بيطيع المعلم تبعه فوتيفار وعم يحترم مرته. قدي حلو إخوتي نحن نتعلم بحياتنا مثل ما منطيع أوقات المسؤولين بحياتنا بأشغالنا، يكون عنا طاعة إيجابية بعيالنا اللي هي طاعة بتخلينا نكون عن جد ولاد الرب، عم نطيع الرب من خلال طاعتنا لبعضنا، وطاعتنا لكلمة الرب هي الوحيدة اللي بتحمينا من التجارب وما بتخلينا نفقد ثباتنا بالرب. وبنهي بآخر فكرة، فكيف أقترف هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ قدي حلوة هالكلمة إني أنا مثل إيليا قول حي هو الله الذي أنا واقف أمامه، يعني كل عمل عم بعمله ولو بالخفة كون أكيدة وواثقة إنه الرب شايفني، ويلي ما بسمح لنفسي أعمله قدام الرب ما بعمله لا بالخفة ولا قدام العالم. لهالسبب منشوف يوسف هرب من مرته لفوتيفار حتى إنه ترك ثوبه وهرب. وهون بسترجع معكم كلمة بولس أهربوا من الزنا، ما نخلي إبليس بإلحاحه بيصير يكرر الاختبار مرة واثنين وثلاثة ليوقعنا. نحن نستفيد من هيدا الإلحاح ليكون تمرين لقلنا تا نكبر بالنعمة، نثبت بالإيمان أكتر، وهيدي نعمة نطلبها كل واحد لحاله إنه لقله ولغيره إنه نضمنا ثابتين مهما كانت الصعوبات قوية والمغريات صعبة. الرب يعطينا النعمة إنه نبقى ثابتين وأمينين لإله، والله معكم.